بسم الله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتنا لك. الآية التالية الاستثناء على خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. شوف القرآن يذكر أي كلام الرحمن يذكر العلاقات بين الفئات بين الأقوام بين القبائل والهم وبين الدول. مش واجبت شيء جديد رأوا يحيوا من بالكم أن أنتم متقدمين علينا في التشريعات الخاصة بالعلاقات. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أن كنترا إن أليونس أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ولا جاءوا واعترفوا بل هما مش قادرين باش يواجهونا حربيا وجاءوكم حصرت صدورهم أي ضاق صدورهم بتخيل قتالهم لنا أو يقاتلوا قوما هم ولو شاء الله لسلطهم عليكم. فعلا يجب ربي سلط المنافقين على المؤمنين وهذه فتنة وهذه آن واحد كما تكون أنت ربي يمتحننا بهذا النوع من المعنى ليصبر يصبر أغوارنا. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فلا اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. شوف مرحم ربي شوف دائما لو يعطيك ربي سبل تخفيف من عواقب ما سبق من أفعال وإشارات وكلام ستجدون آخرين. هذه الآية 91 ستجدون أو المقبلك فلن تجد لو سبيلا. هنا يقول ما فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم. شوف العلاقات ما بين الجماعات. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أو رجعت أركسهم وأركسوا يعني تردوا في الفتنة يعني صبعوا أخسر من الماضي حين أعادوا أنفسهم المريضة إلى ميدان الحرب. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام أو ريتنا وألقوا إليكم السلام هنا يقول ربي ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ترجع الآية السابقة واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي قدرة واضحة للمنافقين ذوما بدوهم إلا أن تقاتلوهم ويروا منكم بأسا شديدا. وقل ربي وليجدوا فيكم غلبة. فماش مع المنافق حين يكشف ويرتد بعد ما عمل عمليتك تضليل قال أنا وليت منكم فما إلا البأس وليجدوا فيكم غلظة سدير الفوتروف تريدو كونتر سيسالولا. والسلام بالتمام والكمال على محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه الرسل الكرام والأنبياء العظام. والسلام علينا أتباع هؤلاء اتباعا مباركا اتباعا جادا حقيقيا مباركا لا نرى من ورائه إلا الخير والنصر من الناصر سبحانه وتعالى. والسلام بالتمام والكمال على كل من اقترب من القرآن وتأثر
بكلام الرحمن، وإن شاء الله يجي نهار ونحدثوكم وقت تتأثروا بكلام الله، أقل شيء شنون يجرى في مستمع سواء أماكن دماغية سواء كان في المخ ولا المخيخ، وخاصة المخ إن شاء الله ربي يسهل لنا ونمدوكم ببعض معلومات بين ظفرين فيما يخص استماع القرآن وتدبر آياته. ونحن نقول the meditation والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال بفضل الرحمن.